ومتابعة لآخر التطورات الميدانية على الأرض والمواقف السياسية المتصلة، معنا من كييف الزميل عبد الجليل بردودي، كما تنضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو الزميلة أريج محمد. أبدأ من العاصمة الأوكرانية معك عبد الجليل. من إعلان الرئيس الأوكراني بشأن المعارك الضارية والعنيفة والتي لم تشهدها أوكرانيا في السابق، إضافة إلى التقدم الروسي، نعم روبير، تبعا لما أعلنه الرئيس فولودمير زيلينسكي حول قوة المعارك وضخامة المعارك في الشرق الأوكراني، والتي كان قد وصفها أيضا من قبل أنها فعلا جحيم هناك، وأن عدد القتلى من الجنود الروس يصل إلى قرابة 100 جندي يوميا في معارك الشرق، وهذا فعلا ما يحدث هناك. وحتى حسب البيان اليومي لهيئة الأركان الأوكرانية، والتي قالت أن أوكرانيا أو أن في اتجاه سيفيرودونيسك عززت القوات الروسية المجموعة بالانتقال إلى منطقة كريمينا روبيني بكتيبتين تكتيكيتين وبدعم من المدفعية، نفذت أيضا عمليات هجومية في مدينة سيفيرودونيسك في محاولة لكسب موطئ قدم في الجزء الأوسط من المدينة. وأيضا هو ما أكده رئيس بلدية سيفيرودونيسك ألكسندر ستيريوك، والذي قال أنه تم تدمير الجسور الثلاثة عبر سيفيرينسكي دونيتسك، لكن الطرق المؤدية إلى المدينة لازالت موجودة، في حين يتحصن حوالي 550 شخص داخل ملاجئ مصنع أزوت، وهناك بعض الإمدادات الغذائية التي تصلهم، لكن القوات الروسية تواصل قصفها بشدة لهذا المصنع. في ذات الوقت أيضا روبرت، تحاول القوات الروسية بدءا من أمس تشديد خناقها على خاركيف إلى الشرق أو إلى الغرب من سيفيرودونيسك، وحيث قامت ببعض الهجومات صباح اليوم، بالإضافة أيضا إلى أنها أغلقت كل الطرق المؤدية ووصلت حصارها للقوات الدفاعية الأوكرانية هناك من أجل وقف الإمدادات عليها، ما ينبئ بأن بعد معركة سيفيرودونيسك ممكن أن تتوجه القوات الروسية لمحاولة الضفر بخاركيف إلى الغرب. روبير أريج، هذه التطورات المتسارعة في خاركيف أقرت بتقدم القوات الروسية الاستخبارات البريطانية، فيما تدرس وزارة الدفاع أيضا الروسية تقديم مساعدات عسكرية نوعية في دونيتسك. إلى أين تتجه اليوم هذه الآلة العسكرية الروسية في المعارك؟ روبير، موسكو تتحرك عسكريا تباعا في الأراضي الأوكرانية، ووفقا كما تتحدث، وليست المرة الأولى التي تتحدث بها المصادر الرسمية الروسية والمسؤولون الكبار في الكرملين الذين يستوفون قراراتهم في موسكو من الواقع على الأرض في هذه المناطق في إقليم دنباس، حيث تدخلت روسيا عسكريا بدعوى تقدم الانفصاليين إليها لطلب المساعدة والوقوف في وجه الانتهاكات التي أسموها حينها الانتهاكات الأوكرانية بحقهم وبحق السكان الناطقين في تلك المناطق. ويوم أمس بالمناسبة، الهجوم والهجمات التي كنت قد تحدثت عنها في المقدمة، والتي طالت مرافق سكنية، مباني سكنية، مستشفيات، رياض أطفال، طبعا كل ذلك صنف من قبل العسكريين في موسكو ومن قبل الانفصاليين على أنه الهجمات الأعنف من قبل السلطات الأوكرانية ضد تلك المناطق في مقاطعة دانيتسك على وجه التحديد، ومدينة دانيتسك بحد ذاتها بمناطقها الأعنف منذ عام 2015. ومن هنا ربما يرى الكرملين أنه تستدعي المرحلة الاستجابة لنداء الانفصاليين في تلك المناطق، خصوصا وأنهم ربما باتوا يشعرون بخطر متزايد. أريج، هذه النقطة تحديدا، وسائل إعلام روسية تتحدث عن إبادة في دانيتسك، وتتحدث بأن هذه الأرقام الأولية قد تتضاعف في أي لحظة نتيجة دك المناطق السكنية والأحياء أحياء المدنية بالمدفعية. نعم روبير، هو كذلك، يعني هو كما ترى الموضوع في تراه موسكو وتراه روسيا ويراها الانفصاليون، على خلاف تصوير السلطات الأوكرانية وعلى خلاف تصوير الغرب الذي يقف في صف السلطات الأوكرانية. كل ذلك طبعا بالنسبة للجانب الروسي، إن كنا نتحدث عن الرواية الروسية، لم يبدأ بين ليلة وضحاها، وليس وليد الساعة وليس وليد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في الرابع والعشرين من شباط فبراير
فبراير الماضي، وإنما وليد وتراكمات على امتداد السنوات الثماني الماضية التي أعقبت ما تسميه موسكو بالانقلاب عام 2014، والتي استجلبت من خلالها القوى الأوكرانية مدعومة بقوى غربية أيضا وفقا لرواية روسية، قوى مناوئة لروسيا ومناوئة للسكان المنحازين إليها والناطقين باللغة الروسية في تلك المناطق، وترتب على ذلك ما ترتب من تصعيد عسكري. من العاصمة الروسية موسكو الزميل أريج محمد، ومن العاصمة الأوكرانية كييف الزميل عبد الجليل بردودي، وهذه التغطية المباشرة والمستمرة لتطورات الأزمة الأوكرانية.